جينا نواكبوا تدشين هذا النفق، ولله الحمد راه عملوا التدشين تما في ظروف امنه وممتازه، ونفق راه في المستوى، نفق لا يجب الا ان نهنئ ونشكر الناس اللي سهروا له. ومن جهه اخرى هذه مسؤوليه على عاتق الناس تاع الدار البيضاء، واي واحد جا للدار البيضاء خصو يحترم ويحافظ على هذه المعلمه، يحترم ويحافظ على هذه المعلمه، لان غتساهم في واحد السيوله ديال السير اللي صراحه غادي يكون عندها انعكاسات ايجابيه، تقلل التقليل سواء بتقليل حوادث السير او تقليل داك الاكتظاظ، يعني هادشي اللي كاين.